بعد المقدمة والتيرادة هو في باله نسيناها التيرادة يسب فينا بالشعر سبنا بالشعر وقال النحنة فهمني والله أذلال وكذا ما يقلقش ما هذا يقول ما يقلقش وفي مداخلته وري لاحظت اش عمل أعطى هذا ونقيذه كيفاه قال هذو مخابرات فرنسوية لو أكد المؤامرة على وأكد المؤامرة وبعد قالك هذوكم متأمرين أيواش ورام الأخرين لا خطيهم ما فرز ما معناتها فرز علاش هي العمليه لانه مو في حظه من الهضومه الاخرانيه امشوا شويه مع 25 تاخذ مال تو انت ولد البلطي ليش ونزل عليه ولا يتخابر مع الفرنسيس والاخرين خطي خطا البلطي ويوسف الشاهد وكمال الجيزي والجماعه ذوك ما زاد في 25 رجل هنا ورجل غادي فهمني وبعد هانو فهمني باش تعرف يعمل في السياسة زياد يعمل في السياسة طيب هذه هي السياسة شلي بجد وضرب خولة البكريم اللي قالت نجيب سرقولة دار وهو قريب رئيس جمهوري تخيبه بتاع ذيك بتاع كشف وهذه كولت هي كيفاش العزة والشهامة وكذا ونحن الذلة هي معليك انت ترد بشعرك انت هريت واحد يقف مع شعب والبلاد والله العظيم الدنيا تبدل حسيتها من زيادة يس بجد كان جات من ناس اخرين مش مشكله اما زياد انا هكا نعرفوا موضوعه هو في طعنا في الظهر يودي فدلكو زياد مشيش جد عليكم شي طعنا في الظهر بداها بحسين العيادي شكون كان صديقه هو في بلاتو انت ولا حسين العيادي انت تسال عليه حسين العيادي اللي يسمع لا 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 ما عندكش حق الرد ميكرو يا زياد يا زياد ميكرو يا ولدي احنا في الديريكت هذا في المونتير زياد ايه كيفاه مالك كيفاه حسين العيد مرته قالت له يمشي البنزر تحطه بحكاية قال اللعب ليه قال اللعب ليه قوله ما تقول المدام ما ينجمش ولي فيق بثلاثة بتاع أصبع بجوص اللي يخدم الماتينا والله يزي واحد يعيق أمه ويزيد يعيق مرته برشاك يولي عايق من الشرطي برش زياد شبيك جد عليك الكلام في اللونتين أنا قاعدين نحكيه نورمال يلا هيا شي ما تعطينا لفترة فيك 8:18 دقيقة تسمعوا في إيميسيون امبوسيبل حلقة الأربعاء 13 سبتمبر 2023. يلا الأخبار الموالي في كونغرس اللوردات ونختموا أخبار الملفات والسياسة والمحاكمات. دخول رئيس حركة النهضة بالنيابة دكتور منذر لونيسي في إضراب جوع. خلنا نفهم وين وصلت القضية وين وصل الاختبار الفني وين وصل الاختبار البصمة الصوتية. هل أكد الاختبار أن هذا صوت منذر لونيسي أم أكد أنه فبركة لصوت منذر لونيسي؟ كل التفاصيل معايا على المباشر الأستاذ مراد العبيدي محامي الدكتور منذر لونيسي. أستاذ مراد صباح الخير. صباح الخير، مرحبا بك فرهان وبالمستمعين نتاع قناة أو إذاعة إيافان. شكرا سي مراد. آخر تطورات الملف، هل صدر الاختبار بخصوص صوت دكتور منذر لونيسي؟ خليني أنا نعبر على إعجابي بالجلسة نتاعكم بالحواريات اللي كل يوم نستمتعوا بها. شكرا. وعلى الأقل الحد الأدنى اللي نشتركوا فيه هو اللي قالوا السمو إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميله. شكرا. دكتور منذر لونيسي موقوف على خلفية التدريبات اللي نزلت في المواقع الاجتماعية يدعى أنها تنسب أو صوته هو اللي موجود في التدريبات هذه. دكتور منذر لونيسي أستاذ في الطب، حاصل على آخر درجة في الطب في طب الكلى، جراحة الكلى والمجاري. دكتور منذر في كل هذه الوضعية قاعد يخمم فقط على طفلة موعدها لزرع كلية يكون غدوة الخميس، واللي تستنى في الكلية هذه منذ أكثر من سنتين. الموعد حدد ولكن الدكتور لم يحضر. ربي دكتور منذر لونيسي معناه نحن نعتقد أن النيابة مصيبة في أنها تفتح بحث في هذه التدريبات وعن المتورط فيها وكل من سيكشف عنه البحث. عاهدت بهذه الإجراءات إلى الفرقة المركزية في إطار موضوع حق عام، واستدعت الدكتور منذر لونيسي لسماعه. بعد سماعه الحقيقة معنا نحن أمام
أمام استغراب كبير. النيابة تقرر إيقافه لمدة 48 ساعة حتى يقع اختبار تسريبات ونسبة البصمة الصوتية له أو غيرها. وين وصلت الاختبارات؟ طبعاً خليني نقطة هذه، الاختبارات لن تصل إلى شيء بناء على معطيات علمية نحن نعرفها كمحامين. اولا انتم ما يخصكمش ما تنقصكمش المعلومه وتحدثوا عليها، انه توا نحن باش يكون عندنا مشكله لمده 100 سنه القادمه هي الذكاء الاصطناعي. رؤساء ظهروا باصوات وصوره وتفاعلات شعوريه تؤكد استسلام دولهم وكذلك زيلينسكي، ولكن ثبت لاحقا ان لا افلام مراقبه وفيديوهات مراقبه. انا شخصيا طلبت من وكيل الجمهوريه راس النيابه العموميه في المحكمه التدريبيه بتونس انه يجري طلب ثاني في اطار الاختبار، على لان احنا معتقدين ان الذكاء الاصطناعي استعمل صوت مدر لونيسي، بمعنى اي اختبار سوف يجرى على هذه التسريبات سوف تكون نتيجته ايجابيه لا محاله، هذا ثابت، لان قماش نستعملوه كقميص يرتديه في نجيب الديري ونفس هذا القميص ممكن نستعمله لغطاء لطاولة، يعني نفس القماش سوف يتأكد. بربي أستاذ سامحني بربي، هنا نحب نستوضحه باش السادة المستمعين يكونوا في الألاباج في هذه القضية وفي غيرها، راهو اللي تنجم تطرق الآن في حكاية الأصوات. يعني اليوم أستاذ تقول لي دخول قصة الذكاء الاصطناعي على الخط أصبح معناها من المستحيل على الوسائل التقنية الموجودة الآن وعلى ذمة الأجهزة سواء في تونس أو حتى خارجها أنها تميز ما بين الصوت المفبرك والصوت الحقيقي، معناها توا مع الذكاء الاصطناعي ولت عملية مستحيلة أنه نعرف صوت المفبرك ولا في تونس؟ النتيجة تقارب نعم، خارج تونس ممكن، لأن المسائل الفنية، لأن الحقيقة ما ثبت لدينا وما رشح أنه لا يمكن أو لا تمتلك الإدارة المتعاهدة أو الجهات المتعاهدة بمثل هذه النوعية من الآلات التي يمكن أن تختبر فنيا إمكانية الافتعال أو التركيب أو الفبركة. لا سي جراف راهو سي مراد، أنا صحيح نحكيه على الكام تاع الدكتور منذر اللونيسي، معناها مستقبلا أي تسريب مكالمة هاتفية ما نعرفش بين برهان بسايس وزياد الهاني يخطوا لقدر الله لتفجير درشنو نفس الصوت ونفس الكذا يعملها الذكاء الاصطناعي وتقول لي الاختبار ما ينجمش، هاي اشترط تونس تمشي للفينجا هكا بالضبط اي هكا، لان نحن تنقصنا المسائل الفنيه. هذا هو نعطيك في معلومه ثابته وليس باب نقاش، هذا ما تروح للنقاش، لان نحن لا نمتلك امكانيه الوصول الى معرفه نسبه الفبركه من عدمها في هذه التسريبات. يعني انا نستعمل الصوت نصبه في وعاء كلامي في مناقشه كلاميه وارده على لسان، مثلا نهز صوت سي برهان ونهبطه على لسان وصوره نيلسون مانديلا عام 98 وهو نفس الصوت الذي كان يتكلم بالعربيه يتكلم الانجليزيه في جوهانسبورغ، هو نفس الصوت. عالم كبير هذا يعني من كان، وهذا اللي كنا مقتنعين به هو صوت مدر لونيسي، يقول لك الصوت صوتي ولكن الكلام مش كلامي، الواقع لم تقع والمحادثه لم تجرى واعطوني معناها مستعد نقولها حتى قدام معناها حفار قبري، وهذا المعطيات اللي يقولها لنا يوميا. المساله اللي تخص اضراب الجوع اللي خاضوا دكتور مدر لونيسي هو خاضوا بناء او احتجاجا على مد، على ان الملف كان من مشمولات الفرقه المركزيه في اطار حق عام وبقدره قادر وتدبير مدبر دون اي معطيات جديده لا من الاختبار ولا من غيره وقع تحييد وحده مكافحه الارهاب. المساله تحولت مساله نوعيه تماما ولت تخص جرائم ارهابيه، وقع ماديه تقيس بانها جرائم ارهابيه سوف تنسب لاحقا اذا ثبت ان الصوت صوته، معناها سوف تثبت انه الدكتور متورط في جرائم ارهابيه، ولذلك هو احتجاجا على هذا الموقف دون معطيات دون ورود نتائج اختبارات هو خاض اضراب جوع من نهار الجمعه مساء الى غايه منتصف النهار امس. مطلبه بعد الحاح من فريق الدفاع افتح الاضراب نتاعو وكلاه وشرب دواه.
دكتور منذر الونيسي معناها عدى للحالة الصحية نتاعو متعرض إلى زوج جلطات سابقا، زوج جلطات وعنده عنده مرض في الكلى دائم. يقع من هو جه أزمة كلى قلت البارح بداية من السبعة يعيط حتى للتسعة ونص، هذا على لسانه وردا وقالوا لباح في البداية ولم يقع نقله إلى المستشفى وإعطاه الدواء إلا تسعة ونص بعد ساعتين ونص، وهو طبيب وهو في حالته. نقل إلى المستشفى البارح؟ قلت البارح. قلت البارح. الآن المرحلة القادمة شنو في القضية؟ ما زلتوا تستنوا؟ فما استنطاق جديد؟ فما إحالة؟ تنتظروا إحالة على قاضي تحقيق في القطب الإرهاب؟ شنو بالضبط المراحل القادمة بالنسبة يعني ديما المحامي محكوم بواجب التحفظ، ولكن ما هو ثابت إنه الدكتور منذر ممتنع عن الإجابة لا في هذا البحث ولا في غيره. لأن ثم أكثر من موقع اجتماعي نزل نفس التسريبات. كما التسريبات نزلت في موقع أجري عليه الاختبار، نفس هذه التسريبات نشرت في مواقع أخرى، فهناك اختبارات على نفس التسريبات سوف تأتي لاحقا. ولكن الدكتور منذر الونيسي ممتنع عن الإجابة على أي سؤال من محتوى هذه التسريبات. هل شملت الأبحاث شخصيات أخرى أم فقط إلى الآن ملف يعني التسريبات الأبحاث لم تشمل إلا منذر الونيسي؟ ما نعتقدش أنها سوف تقف عند هذه الحدود، لأنه هو بعد وردت عديد من الأسماء، هناك من تداخل في هذا الملف، هناك حتى من الإعلاميين من ربما يعني دافع عن قضية دكتور منذر الونيسي، وأنا نعتقد أن البحث سوف يشمله. مشكون تقصد مثلا؟ زياد الهاني مثلا؟ أي ليس غريبا. تلجب تشمل الأبحاث بعد الشهادة اللي قدمها بعد لقاء منذر الونيسي؟ اي انا ارجح ترجيحا كبيرا انه الكرونيكور نتاعكم سوف يكون واحد من سيقع سماعهم. في قصه هذا الخلاف الكبير يقسم منذر الونيسي انه لم يلتقي احد في سوسه مثلا، هل اكتفى البحث بالتسجيلات واختبار الصوت؟ خطر الوسائل الفنية سهلة، راهو أنك تعرف هذا ما فلان التقى بفلتان، يعني نجمه بالتليفون باللوكاليزاتيو بتاع التليفون يعرفوه في الوقت الفلاني، لأن درا كان في سوسة وفي البلاصة الفلانية مع من الدعاء أنه قابله. هل بدأت الإجراءات الفنية بتاع البحث في هالبيست هذية ولا لا؟ اكزاكتومو، هذا ما يدعو له فريق الدفاع. نحن الحقيقه وحده مكافحه الارهاب هي معروفه على كفاءه عاليه من البحث. تستعمل جميع الوسائل العلميه في اثبات الواقع الماديه. صراحه نحن نعرفهم ناس مختصين. بغض النظر على اننا نخالف بعض الاجراءات او التصرفات، ولكن هم ناس مختصين في المساله هذه. نحن دعوناهم الى الوقوف على كل هذه الوقائع، على كل هذه الاسماء. الدكتور منذر الونيسي ينكر تماما مقابلته لمن وردت أسماؤهم في هذه التسريبات سوسة تماماً. وهذا سهل، رغم رنة تونس قرية صغيرة سهل اللي إذا كان فما إذا كان فما لقاء يعرفوه الناس، تصور تم أقمار صناعية تصور يمكن اللجوء إليها بتاريخها وساعتها، رية تونس وسوسة رمحي واحد. ما نقولش، وأنا الحقيقة ألوذ بالإعلام إنه المسألة هذه تأخذ بعين الاعتبار، ألوذ بالجهات الرسمية إن تأخذ المسألة هذه بعين الاعتبار، إنه رأي دكتور في مقام دكتور منذر الونيسي حصل على آخر شهادة في الطب المفروض بين المرضى نتاعو. نحن ما عندناش برشا يزرعوا الكلى في تونس، عندنا ثلاثة أطباء، واحد منهم دكتور الونيسي او يتقدم من دكتور الونيسي، طبيب اكثر منه رجل سياسي، نودي لاداء مهمه احتياطيه او مؤقته على سبيل تصريف الاعمال، ولكنه الحقيقه هو يبقى طبيب. واضح استاذ، ومريض وصاحب مرض. يعني الحقيقه هو يتعرض الى ضغط كبير جدا. يعني حتى اساء ايقافي يتعرض الى ضغط كبير. واضح استاذ مراد العبيدي محامي دكتور منذر الونيسي، شكرا جزيلا على التوضيحات. الاخبار ونرجع ريبوندور ايميسيون امبوسيبل لنهار اليوم الاربعاء 13 سبتمبر، تطلبونا على 71 194 194، تضغط على رقم 2 وتبدي رايك في اسعار الكراف في تونس. لاندرا
تونس أسعار مشطة للكراء، تونس مدنها عاصمتها وبقية مدنها الكراء فيها مهمة صعبة وشاقة على المستوى المادي ومكلفة، أم أنها ما زالت في متناول الجميع كل حسب اختياري؟ أراءكم بخصوص أسعار أسعار الكراء في تونس على 71 194 194، وتضغط على رقم 2. ميسيون امبوسيبل برهان بسايس على EFM احلى راديو. 8:33 دقيقة درنا مأساة درنا، حاولنا الاتصال، الاتصالات صعيبة غديكة، لكن توا معنا دكتور عبد الهادي الحويج وزير خارجية الحكومة المكلفة من برلمان. سيد الوزير صباحك سلامة ان شاء الله. صباحك سعيد يا أخي العزيز، وشكرا لتواصلكم معنا. قلوبنا معكم، كل التونسيين ينظرون ويتابعون بكل ألم وحزن ما يحصل هناك في درنا. معالي الوزير، آخر الإحصائيات. الحصيلة ثقيلة بكل صراحة، يعني السواد يتوشح بلادي ليبيا، الحزن كبير، الألم كبير، المعاناة كبيرة، ضحايا كثر، ما زال هناك الكثير من العالقين، ما زال هناك الالاف وربما المئات في عرض البحر، عشرات الالاف من الاسر نزحت تحتاج الى ماوى وتحتاج الى غذاء وتحتاج الى رعايه صحيه، تحتاج الى دعم نفسي. بصراحه كحجم كارثه لم يحصل في تاريخ ليبيا هذا الاعصار وهذه الفيضانات التي تقدر سرعه الامطار بحوالي 400 ملي متر، واعصار قوي جدا جدا، يعني ثلث المدينه درنا سوية بالارض، يعني ثلث درنا سوية بالارض، الجسور خمس جسور هدمت بالكامل التي تربط المدينه من الاقصى الشرق الى اقصى الغرب، السدود تفجرت بالكامل، ليست فقط مدينة درنا والبيضة أيضا، مدينة سوسة بشكل أقل، ومدينة البيضة بشكل أقل، والبياضة والمرج، كل هذه المدن، ضواحي مدينة درنا، المخيلي، كل هذه المدن تأثرت وتأدت. احنا حتى في مدينة بنغازي اليوم لدينا أكثر من 400 عائلة اليوم موجودين في مؤسسات، في مدارس، في مؤسسات تعليمية، نحاول أن نقدم لهم بالتعاون مع الحكومة، حكومتنا، ومع القوات المسلحة اللي تبذل جهد قياسي. رئيس الحكومة ما زال موجود على عين المكان في مدينة درنا، نعم. وقواتنا المسلحة ووزير الصحة ووزير الداخلية، الوزراء المعنيين موجودين على عين المكان. نحن أيضا في الوزارة شكلنا خلية أزمة للتواصل مع السفارات، مع القنصليات، مع البعثات، مع وكالات الأمم المتحدة. نحن نحاول ما يمكن أن نحاوله أن نوجه نداء الاستغاثة ونداء التعاون وتراكم، نريد تكاتف الجهود من المجتمع الدولي في هذا المقام. لابد أن نحيي تونس الشقيقة، تونس التي نحبها، تونس التي نتقاسم معها السراء والضراء. تونس أمس أرسلت قافلة طبية من الأطباء، وهناك أيضا قافلة أخرى سيتم إرسالها ربما اليوم أو غدا، قافلة طبية وصلت. نحيي الشعب التونسي وشقيقة تونس والأشقاء في مصر، جسر جوي متكامل، الأشقاء في الإمارات والكويت وقطر، تركيا، إيطاليا، أسبانيا، كل هذه الدول بصراحة تنادت بعد نداء اللي وجهناه، وتوجهت طائراتها وسفنها إلى المناطق المنكوبة. يعني هل صحيح دكتور عبد الهادي أن الحصيلة تتوقع أن تتجاوز 10,000 من الشهداء في درنا؟ أي بكل صراحة الحصيلة ثقيلة، لكن الرقم الرسمي الأولي هو 2000 من الضحايا، ولكن الرقم المرشح أن يكون كبير وكبير جدا، وآمل أن لا يكون كبير بكل صراحة، ولكن نعم. هذا هو الواقع، نحن اليوم نواجه الواقع وهذه الحقيقة ونتحدث بشفافية. علينا أن نتحمل المسؤولية ونتحلى بالشجاعة، وأن تكون لدينا إرادة التحدي ومواجهة ما حصل، اللي حصل كبير يتجاوز قدرتنا، يتجاوز إمكانياتنا، يتجاوز هذه مصيبة كبيرة جدا، ولكن بتكاتف الجهود كما قلت ولملمة الجراح والأمة الليبية كلها، يعني من طرابلس، من زاوية، من مطراتة، من تجورة، من بني وليد، كل المدن الليبية تنادى، على الصعيد الوطني كل المدن، القوافل من الأطباء، من المساعدات الإنسانية، هناك عمل كبير جدا ودؤوب من المجتمع الليبي، تكاتف كل حول هذه
الكارثه. نحن نتسلح بالامل ونتسلح بالشجاعه. نعم. أن نعمل ملامسة هذا الجرح الكبير. نعم. وهذا الحزن الكبير والحزن العميق. نعم. كما قلت نكشف الأعلام الوطنية وأعلنا الحداد. أعلنت حتى جمهورية مصر العربية بالمناسبة حداد على حداد. نعم. ضحايا الفيضان وضحايا الإعصار. نعم. مرة أخرى أي تونس وشعب تونس وحكومة تونس. نعم. وقيادة تونس على تعاونها وعلى تضامنها مع الأشقاءهم في ليبيا. نعم. نحن فعلا دكتور واحد. نعم دكتور دكتور هل 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 ممكن تتحول المصيبة إلى فرصة أمام ليبيا لاسترجاع وحدتها؟ هل يجري الآن مثلا تنسيق بين حكومتكم والحكومة في طرابلس، أم أن ما زلنا بعيدين عن أنه يكون الأمر فرصة للوحدة المنشودة بين الليبيين بين شرق ليبيا وغربها؟ احنا حكومتنا تمثل الوحده الوطنيه. انا من العاصمه طرابلس ولست من بنغازي. نعم. ونحن نعمل بكل يسر ونعمل ضمن اطار الحكومه الوطنيه. نحن ليس لدينا مشكله، اخوتنا في طرابلس هم ليسوا اعدائنا. نعم. ولكن يهديهم الله كيف ما نقولوا احنا بالمثل الليبي. نعم. حاله الانقسام سببها عدم توزيع عادل للثروه، وسببها التهميش، وسببها وجود مناطق ظل ومناطق ويقال فرق. ويقال سي عبد الهادي ان جزء من الكارثه اللي حصلت في درنا هي غياب الصيانه، غياب حضور الدوله، يعني انه ينهار ذو السدود. يبدو من التقارير الاوليه تقول انه هذا هو سبب ارتفاع الضحايا يعني وتاثير الاعصار. غير صحيح، غير صحيح. ما كانت حجم البنيه التحتيه. نعم. حجم الاعصار كبير جدا وضخم، وبالتالي النتيجه هذه نتيجه طبيعيه لما حصل. نعم. لكن علينا كما قلت ان احنا نواجه هذه الكارثة وهذه المصيبة. نعم. وربما سنعلن في القريب العاجل عن أيضا دعوة إلى مؤتمر دولي لإعادة أعمار درنا والمناطق. نعم. المناطق المضرة. نعم. نريد من أشقائنا في تونس أن يكونوا متواجدين أكثر. نعم. سواء على الصعيد المدني وعلى الصعيد الرسمي. نعم. هذه رسالة رمزية مهمة. نعم. وهذه مصداقية لما نقوله دوما. نعم. أننا شعب واحد. أكيد. في دولتين. أكيد دكتور عبد الهادي، مرة أخرى نكررك التعازي والمواساة، قلوبنا معكم، حقيقة مأساة إنسانية في ليبيا، وكعهدنا مرينا بأوقات صعبة وكنا شعبين يعني، وكنا شعب واحد في بلدين، وسنبقى كذلك سي عبد الهادي. مرينا نحن بأزمة، لقينا ظهيرنا في ليبيا، مرت ليبيا بأزمات منذ الاستعمار الإيطالي، وجدت إخوتهم في تونس، وإن شاء الله ربي قدرنا أن نتواجدوا معكم في الدعم والمساعدة. في الحقيقة المساعدات أعلنت الحكومة ورئيس الجمهورية أنها لن تكون الأولى، المساعدات التي انطلقت البارح من تونس سيتلوها معناها قوافل من المساعدات، وكل كل التعازي في وفاة الشهداء، ونحسبهم عند الله شهداء. دكتور عبد الهادي الحويج، وزير خارجية الحكومة المكلفة من برلمان الليبي، شكرا جزيلا لك على التدخل. يا ربي اللهم جنبنا فواجع الأقدار وفقد الأهل وحزن القلب وحرقة الشعور، اللهم أننا نستودعك أنفسنا وأهلنا، فاحفظنا بحفظك واكتب لنا السلامة والأمان. اللهم ادفع عنا الزلازل والبراكين والمحن وجميع الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم سق إلينا من رحمتك ما يغنينا، وأنزل علينا من بركتك ما يكفينا. اللهم أمين. ربي يحمينا ويحمي بلادنا ويحمي كل الإنسانية. بالزيد بالجد، الصور المتداولة، جثث متناثرة في درنا، مأساة حقيقية. راهو الجثث معناها في الشوارع،
والناس ماهيش لاقيه معناها باش تهز الجثث وين باش تحطها وين باش معناها مشاهد ما عندهمش حتى اكياس لابوكاليبس معناها بالفعل معناها نهايه أي العالم أي في 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 درنا والصور ما نجمش نتفرج اه وي والله والله يا رب يكون مع اهلنا ورب يكون مع اخوتنا ورب يصبر الناس اللي فقدت اهاليها ورب يصبر ونحمد ربي على كل شيء الحمد لله يا ربي أمين. يا ربي يلطف ببلادنا يا ربي وارحمنا مهما كانت المشاكل اللي نحكيوا عليها أمين وصحيح بعض الناس يكلمونا يقولون بربي النهار كل تحكيوا على المشاكل لا كل مرايا حاجات عاديه نحكيوا عليها بتاع واحد ان شاء الله يا ربي أمين. يا ربي ان شاء الله كل شيء حتى كي تجي حاجه تجيب اللطف جيب اللطف يا ربي يا رب ارحم الناس اللي توفيت سواء في المغرب ولا ليبيا والله المشاهد هذه والناس معناتها ربي معناتها إرادة الله إرادة الله معناتها حتى لا بنية تحتية ولا سوارد وما دام شيء بالضبط نحن علاش نتعاركوا شوف شوف لعله يرجع ما انت ريح حتى شيء الحياة الحياة حتى شيء ريح سبحان الله زغطة ريح راهو معناتها اللي صار في درنا كي نجم يصير في تونس كي نجم لا ولا واليوم المجتمع الدولي اليوم بعض الإخوة الليبيين عجبوني في بعض النداءات يقولوا تذكروا ليبيا كي تبعثوا لنا سلاح هكا في السلاح بعثوا مجتمع الدول يبعث دول بعثت كميات سلاح لتدمير باش الليبيين يتقاتلوا في بعضهم ويدمروا بلادهم هكا بعثوا اما توا وقت الاغاثه مانيش قاعد نشوف فك الهبه الدوليه الكبيره صحيح برقيات او الرئيس الامريكي او كذا اما ما فيش هبه كبيره معناها دوليه معناها في حجم الكارثه اللي عرفتها درنا الليبيين يحسوا بكثير من المراره يقول لك لعل هذه فرصه لاستعاده الوعي يا رب ان شاء الله إنسانية. يعرفوا راهي بدايه الطاقه السلبيه راهو الكون يا نجيب اقسم بالله على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي الحاجه اللي ترسلها له ويرجعها لك راهي الطاقه السلبيه بدات وقت الليبيين هزوا سلاح ضد بعضهم وقت اللي خربوا بلدان وقراهم ومدنهم قال شنو يتعاركوا كما قلت انت على السلطه والثروه والنفوذ هاي هاو ربي وفقها هاو ربي هاي يا سيدي هاو ربي بعث لك الرساله هاي ثلاث مدينة اختفيت ثلاث مدينة اختفيت جاء ربي سيد المستمعين حط ويت وبشر الصابرين يا ناضعي في برشا اي والله لا نعرف بالحق باش هذا الكل وتخديم المخ والطلب الفيت والغشة والرشوة والكلاب الدنيا ما دايماش ما عندها راه زغطة ريح تو لاباس ما تدريش دقيقة أخرى والله 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 ما عندها ريح الدنيا ما دايما الحد شكون ياخذ العبرة الإنسان شكون ياخذ العبرة الإنسان بعد طول درج ينسى وهو مشتق من نسيان أما ما يسالش فرصة خلي نذكروا الناس خلي نذكروا العباد لأنه ما يدوم فيها شيء يا رب يرحم اللي مات ورب ينقذ اللي مازالوا ورب يلطف بينا ورب الانقاذ اللي مازالوا مفقودين ورب يلطف بينا ورب يعطينا السلامه والرحمه يا رب يلا أربعين دقيقة طريق السلامة للجميع أما اسمعوا لانفو ترافيك مع شيماء أليرت انفو ترافيك صباح الخير أهلا وسهلا ومرحبا بكم على إيه فيما احنا غاديو الحركة ثقيلة برشا وتعطيل كبير على أوتوروت الأن على مستوى بوعرقوب من نقطة كيلومترية 36 حتى لنقطة 33 بسبب أشغال إصلاح جزء متضرر من الطريق وتحويل حركة المرور على طريق واحد باش ما تعطلوش تنجموا تمشيوا على الطريق الوطني عدد واحد الحركة فيه تكون خفيفة نشكركم اللي قاعدين تفعلوا معنا على الجروب فيسبوك إيه فيما بتخافيك كان عندكم أخبار من الطريق تنجموا تكلمونا على 58 550 711 سيسر ويحكم وطريق السلامة للناس الكل عسلم انا حمزه البلومي ونلتقيكم على EFM احلى راديو في واضح وصريح واضح وصريح مع مختار الخلفاوي وهدراته التحليليه واضح وصريح مع اسامه الشوالي ومهماته اليوميه واضح وصريح مع ملك الجلاصي وقواعدها الذهبيه واضح وصريح مع حسين بهلول وحلوله السحريه عندك ما توصل الواضح وصريح عندك اشكال تحيل خلاف مع اداره والا تحب تفضفض كلمنا على الريبوندور 71 194 194 71
194 194. وكون واضح وصريح. واضح وصريح كل يوم من 10:30 على EFM أحلى راديو. على خاطرها تخمم فيكم وفي صغيراتكم، كيابي حضرت لكم اون كوليكسيون سبيسيال رونتري دي كلاس بأرفق الأسوام، دي تونو للبنات وللأولاد ب 40 دينار أكاهو. ما تفلتوش الفرصة وزورونا دون نو 5 ماغازان كيابي. كيابي لا مود ا بيتي بري. EFM انتم تسمعوا في اميسيون امبوسيبل برهان بسايس على EFM احلى راديو. 8:48 دقيقة تسمعوا في اميسيون امبوسيبل حلقة الاربعاء 3 سبتمبر 2023. نرحب بريج الحمروني. صباح الخير ريج. صباح الخير برهان، مرحبا بالكيب الكل وبكافة مستمعي اذاعة EFM. اش عندنا في فقرتك اليوم في الفري فود لنفو؟ باش نحكيو اليوم على عمليات زراعة النخاع العظمي اللي متوقفة منذ أكثر من 3 أسابيع بالمركز الوطني لزراعة النخاع العظمي وبقسم أمراض الدم بمستشفى عزيزة عثمانة. خلينا نقولوا أنه العمليات هذه تكون ساعات هي الحل الوحيد للشفاء أو المنقذ الوحيد لسرطان الدم. شنو أسباب توقف العمليات هذه؟ وباش نطمنوا زيادة على وضعية المرضى اللي يستنوا في العمليات المتوقفة، معنا عبر الهاتف مشكور جدا رئيس الجمعيه التونسيه لمزروعي النخاع العظمي سي ظافر الطيف. الو صباح الخير سي ظافر. صباح الخير ونحييكم ونحيي كل مستمعي EFM. شكرا لك على التدخل معنا. لو كان تعطينا وضعيه المرضى اللي يستناو في العمليات الدقيقه هذه، وشنو الاسباب اللي خليت العمليه تتوقف منذ 3 أسابيع؟ كما نعرف الناس كلها انه المرضى سرطان الدم، فما طريقة علاج اللي هو نجم دخول الوحيدة توا معناها باش نجمو يكبروا، وهي عملية الزرع النخاع العظمي، واللي هي فما زوج ما الزرع الذاتي والزرع المنقول. اللي صاير توا هو انه لمدة توا اكثر من 3 أسابيع عملية الزرع توقفت بسبب انه ما فماش دويات، ما عادش ثم دويات. أنا كما اللي بروديكم هم تاع الشيمي ثيرابي اللي حضروا للعمليه الزرع، والا بتقول النقل الذي تم سلسله نتاع ايضا دويات اللي لازم يخدم المريض قبل اشهر باش منها باش يحضر روحه للزرع الذاتي. سي ظافر معناها سي ظافر معناها تلخص لنا التاخر والتوقف خاطر الدواء ما فماش. بطبيعة الحال إذا كان ما ثماش دواء وما ثماش الأدوات أبسط الأدوات اللي هو يخدمها يستعملوها في وسط العملية في وسط بيطار، مش ممكن أنه يستقبل مرضى جد. ومن وقتاش ومن وقتاش انقطع الدواء سي ظافر؟ هو توا المشاكل نتاع نقصان الدويات توا لها مدة، لكن وصلنا إلى حد توا خاصة في المركز الوطني للزرع النخاع العظمي أنه ما عادش ثم أدويات وتدفق يعني معناها كل ما هو لازم للعملية الزرع توا مدة أكثر من 3 أسابيع. لازم نعرفوا زاد هذا اللي أمراض سرطان الدم هذوما أنا مهدين، معناها ماهيش عملية اللي هي معناها إذا تنجم تستنى، فما اون يورجونس بالضبط. وبربي سي ظافر سامحني، العمليات من النوع هذه تتعمل كان في المركز العمومي هذا نتاع زراعه النخاع العظمي، ولا نجم ولا تعمل فيها المساحات الخاصه يا اخي العمليات هذه؟ لا ما تعملهاش مش مزرعه خاصه، لان هذه سيتون تكنيك دو بوانت بالضبط، معناها سيتون تكنولوجي دو كيما زرع الكلى ظهر لي نفس الشيء في المدسين شيء معناها هذه، ويلزم فما معناها ان سيرفيس ستيريليزي ماهوش متاح لاي سيرفيس، وثم انه عمليه الزرع معناها المنقول يعني هو من عند الاخت ولا من عند الخو، هذا يصير كان في المركز الوطني للزرع النخاع العظمي. بالضبط بالنسبه للزرع الذاتي واللي هو خاصه
أنا الأمراض الميوميتيت أنا اللي هم أنا منتشر برشة هذايا تنجم يصير معناها العملية الزرع الذاتي سواء كان في عزيز عثمانة وإلا في اللوبيتال ميليتير بالضبط. إذا يعني قلت لي الدواء توا أي فماشي صايراشي محاولات مع الصيدلية المركزية مع الجهات المختصة في أنه يجي دواء هذه لها 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 مدة انه معناها السيرفيس نتاع معناها الزرع يبعثوا عن طريق السبيطار عن طريق الاداره لكن ما كانش جواب. هذا هو الاشكال. احنا نقولوا شنو نقولوا نقولوا راهو نفهموا وضعيه البلاد ونفهموا وضعيه الماليه العموميه نفهموها لكن اولويات ثم عشرات معناها المرضى اللي هم يستناو في العمليه انا معك. ابسط الامور هو ان تكون ثم رؤيه وقتاش باش تصير وقتاش باش ترجع العمليات كما معناها في وسط الساق بتاعها العادي. نعم. وقتاش باش يرجع السيرفيس نتاع التلغراف في يرجع للتساق نتاعو العادي. نعم. راهو حتى نحكيو بمنطقة هذايا في معناها حتى معناها ثم عباد تجي من برا باش تعمل عملية في وسط المركز الوطني للزراعة المصرية العامة. نعم. واللي هو ينجم حتى يدخل الدفيه صوتون. نعم. معناها ماهوش لازم راهو المرفق هذايا يتماهوش معناها باش نسيبوه بعد ما خدا السمعة العالمية. واضح. أخطاء هذا يعني على أن المرضى اللي هو متاعنا اللي قاعدين يستناو. واضح. شكرا ليك سي ضافر الطايف رئيس الجمعية التونسية لمزروعين النخاع العظمي، وإن شاء الله الأيامات الجاية تجيب لنا بوادر انفراج الأزمة هذية ويكون الدواء متوفر ويرجع خويا أولوية خويا الروز ما ناكلوش مش مشكل. الحليب طال العباد تشد رواحها في الحكاية هذه. الزبدة اللي ما نعرفش أنا السكر القهوة أما خويا في الحكاية هذه. فالتعب كل التعب من اجل على الاقل قصه الدويات هذه المتعلقه بها حياه وموت الناس والعباد. برهان السيده المركزيه عندها مشكله كبيره طيب. والسوارد ناقصه برشا ما انا نفرز في كان يسمع بينا رجل الاعمال يعيش البرة ينسق مع المركز هذا والله يوفر له الدواء هذا السوارد جبيهم نجيب قلت تقول طور السوارد يلزمهم برشا السيده المركزيه ويلزمهم برشا السوارد ناقصه برشا في السيده المركزيه ناقصه برشا نقصوها المتآمرين انت تحب هاني لقيت لك الاجابه توري خويا يا رجل عمل ما تعطيش انت غريبه الناس مش تمو ما فيها باس ما فما ناس عندها الصوارد والناس بالناس والناس بالله راهو يسمع فينا تو اي رجل عمل وطني يعيش البر ايش باش تتكلف له ينسق مع الجمعيه هذه ويعطيهم شويه دواء خلينا نستعمل العمليه على ذكر الزرع زياد عندك حاجه حبيت انا نحب اي وقت اللي المحامي بتاع منظر لونيسي لكن انا قلت لك الله غالب الاخبار عندنا الاخبار انا نحب نتوجه بنداء السيد وكيل الجمهوري زهير بن عبد الله. انت تعرف الموقوفين ولا المجرورين ولا كذا كي تقع على قدر الله عندهم حاله نتاع وفاه ولا حاله دي كذا يعطيهم اذن باش يخرجوا يمشيوا يحضروا المناسبه الاليمه ذيك. انا نتوجه له بنداء يا سيدي مش هو برك انا نتوجه النداء الرئيس الجمهوري انهم ما يحرموش هالبنيه هذه من فرحه الحياه. هي عندها موعد مع دكتور عندها لونيسي. موعد غدوه باش تعمل العمليه نتاعها. غدوه شنو الخميس؟ غدوه الخميس. انه والدكتور في الظروف النفسيه هذه قادر يخرج ويعملها العمليه؟ البارح مع المحامين نتاعو بكى في حاله برك. بكى على المريضه فهمتني هذه اللي هي عندها عمي تستنى مش يعمل العمليه نتاعها. المواعيد تتعمل؟ اي نعم. عندها سنوات تستنى. وتوفرت الكلية وامورها تحدد غدوة باش تعمل. دونك انا نتوجه بنداء ان شاء الله سي زهير بن عبد الله السيد وكيل الجمهورية ان شاء الله. نتوجه بنداء للسيد رئيس الجمهورية نعم. يعيشكم ينعل بو سياسة اكثر شيء من هك بجاه ربي ما تحرموش هالطفلة هذية من فرحة الحياة بجاه ربي واضح. بجاه ربي بجاه صغاركم واضح. بجاه كل من يعز عليكم باه رجولية قلبي غم علي جيب الأخبار والله جيب الأخبار والله العظيم ما سي بلغالب الأخبار يا رئيس ليلى جفال خلي يعمل العملي جار تيش مش نعم يعمل العملية خلي كان الظروف النفسية نجم يعمل العملية خلي يعمل العملي ولا تيهاون الحصر والسبيطار بالبيهربش باهي توا شوية حاجات هكا باش نخرجكم من المود
شويه نخرجكم المود. دقه دقه دجي لا والله ما نخرجكش وانا هكا نخرجكش وانا هكا. صديقنا المستمع قيس بن مفتاح من قطر مش خرجكم المود. يعزي هو زميلنا راهو يعزي في وفاه سي محمود عطله مدير المعهد الصادقي. توفى نجيب سي محمود عطله شد المعهد الصادقي من عام 74 حتى ال 95. اخونا قيس كان تلميذ غديك في المعهد الصادقي وهو زوج صديقتنا اميره السعدي. يتوجه باحر التعازي لعائله سي محمود عطله مدير المعهد الصادقي. هو مش للعائله بركه وانما لكل الصادقيين. المرحوم هو من كبار رجال التربيه طبعاً كان طبعاً معروف طبعاً بالنزاهه والاستقامه والصرامه في فرض الانضباط. بربي, بربي على فكره شفت كيقول كان مدير المعهد الصادقي من 74 ل 95. شفتك الظاهره نتاع مدير يعمل 20 سنه في المعهد كارير. معناها تولي هو رمز المعهد. ذكر سي علي حوسي الله يرحمه كان عندنا مدير المعهد العلوي بالضبط. معناها شد بالقديه سي محمد مدن برشا اسماء تبارك الله رموز ولات بتاع تربيه وتعليم في الواحد. خساره ما عادش عندنا ولا مديرين عامين وبعد يمشي ويجي ما عادش فما كل مدام دليل الزواري في معهد 13 اللي حنا بعد مدام زينب بن زكور. بالنسبه للمرحوم ما كان يشهد له به هو انه كان التلامذة نتاعو كل اللي عملهم بنفس المستوى بغض النظر ولد عامل ولا ولد وزير ولد غني ولا ولد فقير وكان فارض هيبته واحترامه أكيد. على الجميع. الله يرحمهم. سافا بدلت لك المود ولا الله يرحم الجميع. يلا ويربي يرحمنا ذهبي هاي شيء ماتي في ساعه ميتيو يا فاهم ميتيو. صباح الخير صباح الفرحة وينسى الكل يسمعوا فينا توا على إيه في محل غاديو. نستقبل طقس اليوم بأجواء قليلة السحب إلى